بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. سعيد ان انا نكون مع بعض النهاردة وفي الفطار بتاع الأسرة، والروح الطيبة اللي دايما بتجمعنا. فكل سنة وانتم طيبين، و ربنا سبحانه وتعالى يعني يعيد الأيام دي على مصر وعلى منطقتنا العربية وعلى العالم الإسلامي وعلى العالم كله بالخير والسلام. فاسمحوا لي أن أنا أبدأ كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، الشعب المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في بداية حديثي أن أعبر عن عظيم امتناني بهذا الحضور الكريم وسعادتي البالغة من أتواجد في وسط الأسرة المصرية التي أعتز بها وبالانتماء إليها، تلك الأسرة التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن أمتنا العظيمة الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وبقيت رمزاً للخير والسلام والقوة. وأنني أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة، بعد أن جددتم الثقة والعهد بيننا في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف. السيدات والسادة، إن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفان والاجتهاد لأقصى قدر ممكن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم. لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا لمتربسي إراقة الدماء والقتل. وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها على مدار عقد من الزمان، إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل، وتسعى نحو السلام والتنمية. وفي سبيل تحقيق ذلك دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية. وبينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا في الجيش والشرطة، كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كي يعلو البنيان في كل ربيع الوطن، في كل ربوع الوطن، وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر، ولم تفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحي أو عامل وفلاح، وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء. ولقد كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات. لذا فإنني أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجه وابنه، قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيداً كي تهب لنا الأمان والوطن. وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، وتحية لكل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها، كل في موقعه كان بطلا من أبطال هذا العقد الفريد من عمر الوطن. شعب مصر العظيم بالأمس القريب أديت اليمين الدستورية معاهداً الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظاً على سلامة أراضيه. واليوم أعاهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها
وريادتها ودورها الدولي، مؤكدا لكم على ما يلي: أولا، الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح، الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية. ثانياً، دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدت منذ إطلاق دعوتي للحوار الوطني في إبريل 2022، والتي دعمت مخرجاتها الأولى. واسمحوا لي أن أنا أخرج هنا يعني مدة دقيقة، إحنا كنا أطلقنا النداء ده أو الفكرة ديت أو الحالة دي، حالة الحوار الوطني، في إبريل 22 زي ما ذكرت كده. والنهاردة اسمحوا لي أقول لكم أن الدكتور ضياء إداني مخرجات بتوصيات ومقترحات تتعدى 90 توصية ومقترح. وأنا بقول للدكتور ضياء وبقول لينا كلنا، إحنا محتاجين، أولاً بشكركم على اللي تم لغاية دلوقتي، لكن إحنا محتاجين أن حالة الحوار والنقاش والتواصل فيما بيننا تستمر، في كل الموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها ونتناولها بكل سعة سطر. إحنا لما بدأنا الفكرة، تفضل دكتور ضياء، تفضل، لما بدأنا الفكرة ديت يعني كنا في الأول بنجد شكل من أشكال يعني لسه بداية الموضوع، يعني فكان في أخذ يعني كان في شكل من أشكال، لكن بعد كده في متابعتي للحوار خلال الشهور والسنتين اللي فاتوا بصراحة لقيت إن إحنا بقينا عندنا فرصة أكبر، وبنتكلم بشكل وبنتواصل بشكل أفضل، وبنقدر نستوعب بعضنا البعض، لأن بقت حالة. وأنا عشان كده بقول إن إحنا يعني خسارة كبيرة إن إحنا ما نستمرش على النتائج الرائعة اللي تحققت ونبني عليها أكتر ونتكلم في كل شيء. وأنا عايز أقول لكم دايماً لما بنتواصل وبنتحدث مش شرط أبداً إن إحنا نتفق، يعني مش لازم نتفق، بس إحنا ممكن نختلف وآرائنا تبقى مختلفة ووجهات نظرنا مختلفة ويتبقى التطبيق العملي. وهنا يعني عايز أقول إن المسؤولين مهم جداً جداً إن هم يعرضوا، لأن هم عندهم بيانات وعندهم حقائق قد لا تكون متوفرة يعني أثناء النقاش مع كل اللي بيقوموا بالحوار دوت. فده مهم أيضاً إن إحنا نستمر في الحوار. ويمكن الموضوع المهم قوي اللي إحنا محتاجين نتكلم فيه، إحنا كلمنا في 7 محاور، لكن أنا عايز أقول إحنا طرحنا وكلمنا في خلال السنتين في موضوعات كثيرة، منها الاقتصادي ومنها المجتمعي ومنها حتى قلنا يعني الإنساني والثقافي والديني يمكن. لكن في المرحلة اللي إحنا فيها دي في تحديات كتير بانت خلال على الأقل 6 شهور اللي فاتوا، يعني لسه كنا وإحنا في مرحلة فيها تطور كبير جدا يمكن تمس منطقتنا. ففي المرحلة دي اللي هي بتمس منطقتنا إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم مع بعض أكتر، لأن إحنا ممكن نجابه أي تحدي خارجي ونتعامل معاه ونقدر يعني نتجاوز مخاطره. بأن هنا يبقى الكتلة مصر، الرأي العام، الناس، المواطن البسيط زي المواطن يعني كل الناس، كل شرائح المجتمع، إن هي تبقى فاهمة إن في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها ديت مش عشان الاقتصاد بس، لا لا، إحنا بنمر بمرحلة يعني فيها تطور كبير جدا في الدنيا اللي إحنا بنعيشها في منطقتنا وفي الإقليم وفي العالم، وأكيد هيبقى ليها تأثير. كل ما نكون إحنا يعني الكتلة صلبة وصمدة ودعمة لينا، هنقدر نجابه أي تحدي أو أي مخاطر ممكن تكون يعني مش عايز أزود كتير في النقطة ديت وأسيب لكم أنتوا الكلام فيها يعني، لكن عايز أقول
احنا بقى لنا 6 شهور، في 6 شهور من 7 اكتوبر للنهارده، في 6 شهور. واتصور ان خلال 6 شهور دول في كثير من الامور يعني اتضحت لينا كلنا، فاحنا محتاجين نستمر في الحوار، والموضوعات اللي ليها تأثير كبير قوي على حياة الناس زي الموضوعات الاقتصادية مهمة أيضا إن احنا نفرد لها شريحة أكبر ووقت أكبر عشان يشوفوا. لو الناس فهمت، الناس مين؟ الناس كلها، الناس اللي هي كل شرائح المجتمع عرفت الحكاية، صدقوني هتبقى داعمة، هتبقى قادرة، هتبقى صامدة، هتبقى صابرة في دعم المسار اللي احنا ماشيين بيه. والحقيقة دي مش عايز اقول تجربتي، لكن انا كنت حريص جدا خلال الوقت اللي انا بقيت فيه مسؤول معاكم، بقول معاكم مش عليكم، بقيت مسؤول معاكم عن الدولة دي، ان انا اتكلم معاكم بكل صراحة وبكل شفافية، وما خبيتش عنكم حاجة أبدا من أول يوم ولغاية دلوقتي، وهنستمر كده. فمهم أوي إن إحنا نخلي الناس كلها تبقى شايفة معانا، وما نقولش إن إحنا بس يعني المفكرين فقط هم اللي عارفين، المثقفين فقط هم اللي عارفين، المسؤولين فقط هم اللي عارفين. لا، المواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسؤول. فأرجو إن إحنا يعني نستمر، والموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها أكتر. والحالة ديت حالة أنا بقول بأقدرها وبسجل تقديري واحترامي لكل رأي ولكل مشارك فيها، بصراحة بسجل كل تقديري واحترامي لكل من شارك واللي هيشارك إن شاء الله مستقبلا يعني. بس عايز أقول لكم على حاجة، يعني في السنين اللي فاتت لما كان بتحصل، وأنا ما أقصدش لما استدعيها دلوقتي إن أنا أقول يعني إسقاط على حاجة والله، لكن كان في أيام صعبة جدا عدت علينا، وكان كل حاسة بتحصل جوه مصر في أي حتة، في الصعيد، في القاهرة، في اسكندرية، وفي شمال سيناء، ويسقط فيها مصريين مدنيين أو حتى من الجيش والشرطة أو كده، يعني كان صعب علينا كلنا. لكن أنا كنت شايف الناس، وأنا قلت الكلمة دي قبل كده والله، أنا في خلال المدة اللي فاتت كلها، وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله أزاح عنا هذه الغمة ورب ما يرجعها تاني، لكن أنا ما لقيتش مرة واحدة خلال لقاءاتي، وجدت كتير سواء في الجيش أو في الشرطة أو حتى في مناسبات أخرى، ما لقيتش سيدة مصرية زوجة كانت أو أم يعني وجات قالت لي كلمة يعني تألمني على موضوع سقوط ابنها شهيد أو مصاب. ما حصلش. الصلابة جاية من هنا، القلب الحديد مش جاي إن أنا إنسان. لو جيت أهلي مش داعمين وبيجرحوني وبيزعقولي وبيلوموني كمان على واقع إحنا بنعيشه، أنا هتأثر مفيش كلام. لكن كان دعم الشعب المصري للحالة ديت اللي قعدت أكتر من 9 سنين، 9 سنين. ولما بقولها النهاردة في يوم زي ده، ما أقصدش أبدا غير إن أنا بسجل الاحترام والتقدير والامتنان والإعجاب بكل مصري ومصرية، وقدرنا عشان كده نكمل ونتجاوز المرحلة دي. في ناس كتير قعدت، في دول قعدت تقاتل الإرهاب أكتر من 20 سنة وما نجحتش، هي بقت صفحة وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى في الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حوالي مننا يعني قلقانة جدا جدا، وبدون شك كان الموقف صعب وما زال صعب، صعب وما زال صعب، لكن ما كانش عندي شك أبدا في الناس. أنا بقول الناس اللي هو أهلي، أهل مصر، ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى. تحيا مصر والدنيا كلها والوجود بالله. عايز اقول لكم على حاجه يعني حاسمه في حياه اي مسؤول، مفيش مسؤول قوي الا بناسه، وساعه لما ناسه تتخلى عنه خلاص
لو عنده كرامة يسيبها ويمشي، لو طول ما ده موجود مفيش مشكلة أبدا لأي مسؤول في الدنيا. الناس المسؤولين أقوياء والحكام أقوياء، مش بنفسهم، بناسهم. ووجهت الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها، مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية. ثالثاً، وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها، توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم. يعني هطلع هنا دقيقتين بس في النقطة دي، لأن احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير قوي في عملية البقاء والبناء، اللي احنا قلنا ان احنا نحافظ على الدولة انها ما تنهارش وما تضيعش مننا وتضيع ويبقى فيه اقتتال. وعملنا شغل على الأرض عشان تبقى معالم دولة تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه. ولكن النقطة اللي أنا بذكرها دلوقتي، ده جهد كبير جدا احنا مسؤولين كلنا ان احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة. فاحنا يعني برضو لما بتكلم على تعليم جيد احنا جادين في هذا الأمر، لما بنتكلم على تأمين صحي شامل احنا جادين في هذا الأمر، مش بنقوله كلام هنا بنطرحه ثم مش هيكون في برامج واضحة وقوية تحقق لنا الأهداف دي. رابعا، الاستمرار في سياسة الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام إرادة الشعوب. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن قصة أمتنا على مدار 10 سنوات مضت ستكتب بحروف المجد والفخر في سجلنا الوطني، وتظل أحلام المصريين في وطن يليق بتضحياتهم وتاريخهم هي البوصلة التي توجهها إلى السبيل نحو تحقيق الهدف المنشود. وستبقى مصر بإذن الله عزيزة أبية، وطنا عظيما يتسع لكل المصريين. فمصر الوطن الذي يسكن فينا قبل أن نسكن فيه، ومن أجله نردد معا: وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.